بدي 15 مليون. لا عم تغلي علينا سيد فراج. طيب انت قديش بتدفع؟ قد ما بدك بس يكون السعر معقول. يا سيدي مو مشكلة، بنقسم البيدر بالنص 14. لا لساتك عم تغلي يا سيد فراج، نحن حاطين رأس المال. الكافي نبا كافي، يعطيك العافية. سافا ما بدنا ما بدنا، بس تعي لقلك تعي بجابرك فيها مشروبة فرجيك. يعطيك العافية، عزبناك. مثل ما قلت لك بس يكون السعر معقول. طيب شو هو السعر المعقول اللي انت حاطه بذهنك يعني؟ يا سيد فراج انا تاجر تحف مو بياع بطيخ، عم ادفع ملايين، يعني لازم يكون في سعر يأمن لي ربح ملائم لرأس المال. انا شو بدي فيها اذا كان مربحي اقل من مليون؟ طب 13 مليون ليرة هيك منيح؟ لا لسه السعر مو معقول. لا بدك ما تواخذني، انت نفسك بذات نفسك ما بترضى لي اياها، يعني معقول انا يكون ربحي من العمليه كلها اقل من 500 ألف ليرة؟ انزل لك كمان شويه. هيك مني؟ قصدي بالسعر. لا بالسعر ما عاد اقدر انزل. معناها ما في نصيب. طول بالك. طب 12 ونص منيح؟ ايه هلا صرنا دفيعه، فيك تروح تجيبه. ماشي على راسي طيار. هيك السعر منيح؟ كتير مليح، بيستوى أكتر من هيك بكتير، بس هذا فرد مبين عليه واحد ترين. مرحبا توصل فينا؟ راحت على الزبدانة هي وأخوها جميل ومرت أخوها. ليش في شي؟ في غلط أنا حاطه، هي بتعرف محله. اللي بركي أنا بعرف. لا أنت ما بتعرفي، يعطيك العافية، خليكي مرتاحة، ارتاحي. شو سيد فراج؟ يا جماعة لا تواخذوني، ما لقيته. أنت متأكد إنه مو مسروق؟ من ساعة طلعت كان محله. مرت عمي؟ مرت عمي؟ لك شو في، شو بدك؟ أنت طلعتي بالبيت اليوم شي؟ لا ليه؟ طيب حدا فات على غرفتي شي؟ لك شو في؟ ما في شي ما في شي، فوتي اشربي قهوة يعطيكي العافية. طيب بركي شي واحد فايت من الشباك؟ لا مستبعد، لأن الشباك محدد، بعدين أي حرامي بده يقدر يوصل للطابق السابع. يا سيد فرج لصوص التحف والآثار ما نوم من الشالين باصات، هدول يابا نصهم عاملين دورات كوماندوس ونصهم كانوا لاعبين سابقين بالسرك. شوف يابا ما أي واحد بيقدر بيسرق. ها هدول كلهم جايبينهم مافيا مختصة من الغرب، وكلهم ها كلهم خبراء آثار. لا 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 مستبعد، لانه مثل ما قلت لكم شباك البلكون محدد، يعني النمله ما بتقدر تفوت. بعدين احسبه رامبو وعامل له شي 20 دوره صاعقه وما عقاب، ما بيقدر يفوت الا اذا خلع الشباك، والشباك مو مخلوع. والعمل ما في غير نستنى المدام، وقتنا ما بيسمح لنا وبلكي تاخرت. طيب ماشي بنحدد موعد وبترجعوا بكره. معناها بنتصل فيك بكره وبنشوف شو صار. يعطيكم العافيه، لا تواخذونا. شرفوا شرفوا. تفضل شرفوا. موعدنا بكرة نحن. ماشي. شباب شباب عدي علي مساعد علي لك. ايه فراج روق شوي شباب. اهلا وسهلا. تعال شوي. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اما شو بدنا نعشيك عشا يا ابو سعيد؟ رح تاكل اصابيع رجليك ورا. ما بقدر بنوب حاكم هلا متعشي، ناتع طنجرة كشكي بتنخخ حمار. حمار حبيبي انت، ما بيجوز، ما رح اسمح لك منوب تعتذر، لازم تتعشى معنا عشا ما بتفوتها. العم بعيونك العم، قال شوي شو صار لك اجيت؟ عود ان شاء الله عجبوك الاواعي ام سعيد. كثير يسلموا ايديك. السمكات كانوا طيبين؟ بيشفوا. سخنتيهم قبل ما تطعميهم للاولاد؟ كثر خيركم. عجبك الصباط اخي ابو سعيد؟ انو صباط؟ الصباط اللي بعته مع ام سعيد لسه ما شاف، حطيته عند الكندرجي. لا لا انا كندرجي، لا تحكي انا كندرجي. شوفي 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 انو صباط انو كندرجي. شوفي خفت من ابو سعيد ما اخذ شيء معي على البيت. ما اخذته على البيت؟ ما لا وين حطيتيهم؟ احكي طيب قولي وين حطيتيهم؟ صباط صباط صباط. فراش طول بالك على المخلوق على خمتان. كبيتهم بزبالة بصلاتي. بزبالة بزبالة كبيتيهم؟ وين بزبالة؟ حكي تحت بالحاوية؟ ايه. وليد 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 شو صار لك فراج؟ طولي بالك ام سعيد، هو طالع خلقه. طول بالك ابو سعيد.
لا تنقهر منه، شنو فراج حاطط كل مستقبله بهالصباط. شو فراج لقيته؟ ما لقيته، ما لقيته كل منكم، كل من الله يصطفل فيك انت وياها كل منكم، ما لقيته، لقيتها للسيارة، مفضية الحاوية وماشية، لحقتها بنت عمي، لحقتها أنا، أول كوع فرقني 10 متر، الثاني فرقني 15، الثالث فص ملح وداب، ليش؟ لأنه كان عم يطارد فوكساية صغيرة فيها 3 بنات، مصوجنا لسيارته وراهم، عم يلعب ما عم يشتغل، طار الصباط طار، يا ريته ما طار. يومي يومي هو يغضب عليكي، ما لا، ولا يجي في الشنطة. عديت وياه، ما بتتحرك من هون لحتى يلتقى الصباط. قلت لك ما دخلنا، قالت لك كفتو بزبالي. مالي علاقة، هالحكي بتحكي لغيري مو علي أنا، فمالو لا؟ مدك ياني صدق إنه في حدا عاقل في العالم بيكب صباط شكسبير بزبالة. من وقت شكسبير ولا للي عطيتني الصباط؟ هلا بلا حكي فاضي. ما بعرفه. بس ولا حركة أنت وياه. بتضلوا قاعدين هون لحتى تجيب لي مرت عمي مفاتيح السيارة من جوا من كوسر، وروح أنا ألحق سيارة الزبالة، فهمان؟ لك فور مدام، في واحد برا بده يشوفك. صديق ولا عدو؟ شو بيعرفني أنا؟ يفوت ولا ما يفوت؟ خليه يفوت. بس هذا حالته ما بتسرك منوبة. لك خليه يفوت، أنت شو دخلها؟ يعني يفوت. يفوت. فوت أخي يفوت. سلمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. نعم. بدي المدام كرعوبة. أنا المدام بطيخة. نعم. صهرك فرج. فرج؟ صار له شيء؟ أكيد ضربته سيارة الزبالة. لا يا أنسي، طولي بالك. لك أشوفي أحكي. كلفني مشان خبركم تروحوا لعنده كلياتكم. ماله مستشفى موجود؟ هو مو بالمستشفى. لكن بالسجن؟ لا هو مو بالسجن. لكن وينه؟ لوين بدنا نروح لعنده؟ هنيك على مجمع القمامة. مجمع القمامة؟ فهمني قلبي هلا، مجمع القمامة شو عم بيساوي؟ مدري عليه ايش عم بدور. قال مشان تروحوا تساعدوه، ما عم يقدر لحاله يفتش ويبحبش وينبش. هالصباط اللي مو عاجبك فرج حاطط حقه 7 ملايين. ولي 7 ملايين؟ ال7 ملايين انا اللي بعرف مجمعات زباله اللي بالبلد كلها، اوام روح البسوا اوعى الشغل حبيباتي. يلا حبيبي جميل. لكن خذوا معكم ابو ياسر وابو كيروز ومحروس مشان تكمل. مساء الخير مدام. مساء الخيرات. وين الباقيين؟ بعدهم هنيك. بتلاقي سلك كهرباء طويل. ليش؟ دبرت مولدة وناقصنا سلك والمحلات مثل ما بتعرفي هلا مسكرة. ليش السلك وليش المولدة؟ بدنا نكمل تنبيش على الصباط مدام. هلا فرج ما عاد يقدر يستنى للصباح، صار له 48 ساعة عم يدور. لك يجي يرتاح بقى ويخلصنا. ما بيقدر، فرج معه حق، مدري منين شاعت الخبرية وصار في شي 200 بني آدم هنيك عم يدبشوا بزبالة، والناس بعد لهلا عم تتوافد. أمم يا مدام أمم. لك وبركي حدا لقى الصباط، شو بيعرفكم؟ ولا يهمك مدام ولا يهمك، كل ما حدا عم يفل عم ننبشه، بعدين عدا عن هيك كل شوي عم يرحلوا قسم على فرن التكرير بمعمل معالجة القمامة. 200 بني آدم، 200 بني آدم، ما لحقتوا تنبشوا للصباط؟ شو بدهم يلحقوا لا يلحقوا يا مدام؟ جبل، جبل يا مدام جبل. اطلع على السقيفة دور، بركي بتلاقي لك شي سلك. محروس رح ساوي لك كم سندويشة تاخذهم ياهم معك. ما في داعي، من بارح لليوم صار في شي 4-5 عربايات اكل عم يبيعوا هنيك جنب المزبلة. شو عرانيس مشوية، شو مشاوي، بازار بياخذ العالم هيك. روح روح. شلون راحت مني هالصفقة؟ ايه على بهدلة، اضرب انت وصفقاتك خلفنا فيه. طب كيروز يعطيك الف عافية، عزبنات معنا، روح اتعمم وتغسل وبعدين انت عرجع عندي. ابوك يا شكسبير على هالورطه. ما حدا منكم معه مفتاح؟ انتو هذا المفتاح. مفتاح ايدي انا ما معي. ولا انا مو معي كمان. مو معه فراج؟ معناته انت اللي عم توسخ الحياه. بدي اكسر راسه. شو صار معكم؟ لقيتوا ولا البطيخ الصباط؟ ما لقينا شيء مرت عمي. ايدك ليش اجيتوا طالما ما لقيتوا شيء؟ لانه دورنا كل المزبله ما لقينا شيء. ليكون حدا شفطه غيركم. لا امي ما حدا شفطه. بس شو عرفك انت؟ اولا ما حدا طلع بدون تنبيش، ثانيا ما حدا بيعرف لا شو شكل الصباط ولا شو لونه، وكل ما كان واحد يلاقي فرده صباط يجي لعند فرج ويقول له هي فرده الصباط، يعمل له فرج. لا
روحوا على الحمام ريحتكم بتقتل. مرت عمي صحيح بدي اسالك سؤال يعني. هلا ابو سعيد وام سعيد ما عادوا ما عادوا بينوا؟ لا ما عادوا بينوا، بس انا بظن انه ام سعيد ما عم تكذب. وانا هيك بظن. على الحمام والعمال. امي ما لنا غير محروس، هو الوحيد اللي بيفيدنا لانه محروس هو رجل المهمات الصعبه. على الحمام. مضبوط عم يحكي مرت عمي، لازم نبعث نجيبه. يا كان على الحمام. يا جماعه قبل كل شيء قضيه الصباط ما لازم تبرد، لازم نلاقي لنا حل. شوف لنا حل محروس باعتبارك انت رجل المهمات الصعبه. ما قلنا غير نكتب اعلان بالجريده. ايوه ومنخصص جائزه مغريه للي بيلاقي الصباط. كثير منيح، معناها خلونا نكتب مواصفات الصباط ونبعتهم على الجريده. سلامة فهمك استاذ فرج، اذا نزلنا المواصفات ما عاد تشوف الصباط بحياتك. لكن عن ايش بدكم تعلنوا؟ بنعلن عن افتتاح شركه بتشتري الاحذيه الباليه باسعار مغريه. افرض انه واحد ثاني من غير مدينه لقى الصباط. حتى اذا لقى مو مجبور يجي من غير مدينه مشان 200 300 ليره. نفتح فروع بكل المدن ومنعين وكلاء. هو حل معقد شوي بس ما قلنا غير هيك. هيك منحط قد حق الصباط على مرتين محروس بنخسر هيك شو هالحكي. يا جماعة انتو مو هاممكن غير القيمة المادية، انا هاممني القيمة التاريخية للصباط. العمى شو ها؟ خير شو في؟ في سبع اعلانات مثل الاعلان تبعنا. كنت متوقع هالشي. والعمى؟ ما قلنا غير نضارب عليهم. شلو؟ نرفع اسعارنا بصير الكل بدهم يجوا يبيعونا، والشركات الثانيه بتفلس او بدها تضطر ترفع اسعارها. خايفه نحن اللي نفلس. ما منفلس مدام، ما منفلس، بعدين الضربه ما عادت بالصباط. لكن وين؟ كل شيء بوقته حلو. حلو. عاود محروس، ثواني. ايش بعت على الصباط بصير معي شلطه؟ عيد الشهر ابن عمي. ابن عمي؟ هي الابن عمي ما عاد رح تقوليه على لسانك اذا ما التقى الصباط من هون لاسبوع، اذا ما التقى ورقة الطلاق بتوصلك لهون على البيت، يا انت يا الصباط فهمانة؟ ولا انت الثاني ما قلت لك طقت هالكعب عم تضرب على العصب تبعي؟ وليته الصباط؟ صباطي العتيب فاتح تمه، اخذتها لعند الكندرجي بصفت البنايه، لقيت هذا الصباط، كبيت هذاك واخذت هذا. خلص وش صباطك انا؟ هلا هذا هو الصباط. هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو. يخرب بيتك كل حالك. صار لي يومين عم ندور بوجه وعلى زباله وحضرتك لابسه برجلك رغم ما عم تحكي. لك هلا شو بيعرفني؟ هلا معقول كلياتهم عم يدوروا على صباطي؟ لا لا تغلط ابو كرم، صباطي صباطي. تعا تعا حبيبي تعا تعا يا عمري تعا حبيبي انت بحبك انا. تعا يا عيني عليك، روحي بسرعه، روحي اعملي له فنجان قهوه لعمك ابو كيروز. بالله بدك اياها تعمل له قهوه لابو كيروز بعد ما خلانا كذا يوم ندور بزباله؟ اي لا مو معك حق بنوب، لا تنسي انه ابو كيروز انقذني وله فضل على هالصباط الاثري، بعدين لا تنسوا كمان انه ابو كيروز هو اول واحد لبس الصباط بعد شكسبير، لانه الصباط طول عمره كان داير بالمتاحف، وهلا انا رح سجل هالشيء بذاتيه الصباط. مش الصباط كمان له ذاتيه؟ لك الصباط مثله مثلك له ذاتيه وملف بينكتب فيه معلومات كتير، مين باعه؟ مين اشتراه؟ مين كسر له كعبه؟ مين لبسه؟ يا عيني عليك مين لبسه؟ يعني مثله مثلك بجوز ملفه يكون اكبر من ملفك. ليش مو مثل ملفك؟ مثل ملفك. جميل جميل جميل. لا غلط غلط بالصباح غلط بالصباح.